هذا الفنان الكبير أستاذ عباس الموسوي عنده رسالة مو للبحرين ولا الخليج ولا العالم العربي ولا الشرق الأوسط، إلى العالم كله. خلينا نشوف هذه الرسالة. ونقدم السلام في هذه الأرض. طبعا الإنسان كان وين موجود؟ آدم وحواء في الجنة، أو أتليهم الشيطان بأخذ الفاكهة لي. فهني معارضة بين آدم وحواء، إن ما نأخذ هذه الفاكهة وإلا بننزل من هذه الجنة. وفعلا لما شالوا التفاحة نزلنا من الجنة إلى الأرض. فهني الأرض أيضا ما نعرف نتعامل وياها إحنا، ولهذا خلقنا مشاكل فيها، إلى أن الأرض تلثمت وصار ممنوع التماس. وين التماس الأول اللي هو اللقاء والحب والود؟ فإحنا ما عرفنا نتعامل مع الأرض مثل ما عرفنا ما نتعامل مع آدم حواء، وكانت في حضورنا في الجنة العظيمة. فيمكن نطرد بعد من الأرض، وهذه هي رسالتنا، إنه لازم نتعامل مع الأرض ونعيد هذه الفيروسات إلى ورود. هذه نحولها إلى ورود وحياة وأكسجين حتى نتنفس. وعيدة إسلام.